بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 76. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة تجمعنا بكم من برنامجكم اليومي نور على الدرب، نجيب على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء. مرحبا بكم الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. هذه رسالة وصلتنا من المرسل سالم ميم صاد من الرس، يقول في رسالته: ما حكم الصلاة في بيت فيه صور ومجلات؟ أفيدونا بذلك بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، وبعد، معلوم من دين الإسلام تحريم الصور وتحريم التصوير وتحريم اقتناء الصور لما جاء في ذلك من النهي الشديد في أحاديث متعددة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما في ذلك من الوعيد الشديد الذي يدل على أن التصوير من كبائر الذنوب وأنه محرم شديد التحريم لما يجر إليه من محاذير خطيرة. أولا، فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل وادعاء المشاركة لله في خلقه الذي اختص به، فإنه هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومن ناحية أن التصوير أيضا وسيلة من وسائل الشرك، فأول ما حدث الشرك في الأرض كان بسبب التصوير، لما صور قوم نوح رجالا صالحين ماتوا في عام واحد تأسفوا عليهم، فجاء الشيطان إليهم وألقى إليهم أن يصوروا تصاوير هؤلاء الصالحين وينصبوها على مجالسهم حتى يتذكروا بها العبادة كما يقولون، ففعلوا ذلك. ولما مات هذا الجيل جاء الشيطان إلى من بعدهم وقال: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليسقوا بها المطر وليعبدوها، فعبدوها من دون الله عز وجل، ومن ثم حدث الشرك في الأرض بسبب التصوير. وكذلك قوم إبراهيم كانوا يعبدون التماثيل، كما قال تعالى حكاية عن إبراهيم أنه قال لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وكذلك كان المشركون من العرب يستعملون الصور في دينهم، كانوا حتى إن الصور كانت في الكعبة المشرفة، كانوا وضعوها في حيطان الكعبة المشرفة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأزالها. ففتنة التصوير وفتنة التماثيل فتنة قديمة وهي فتنة خطيرة. وناحية ثالثة من محاذير التصوير، وهو أنه ربما يكون سبباً في فساد الأخلاق، وذلك إذا صورت الفتيات الجميلات والنساء العاريات في المجلات والصحف أو صورت للذكريات أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يجر إلى الافتتان بتلك الصور، وبالتالي يوقع في القلب المرض والشهوة. ولهذا اتخذ المفسدون اتخذوا التصوير مطية ووسيلة لإفساد الأخلاق بتصوير النساء الجميلات الفاتنات على المجلات وعلى غيرها وفي الأفلام وغيرها من أنواع الصور التي تعرض للفتنة. فلا يجوز للمسلم أن يقتني الصور في بيته وأن يحتفظ بها، الصور التي ليست من الضرورية. أما الصور الضرورية التي يحتاجها الإنسان كصورة مثلا حفيظة النفوس وجواز السفر وإثبات الشخصية والهوية، هذه أصبحت ضرورية وهي لا تتخذ من باب محبة التصوير، وإنما تتخذ للضرورة والحاجة.
أما ما عدا ذلك من الصور فلا يجوز الاحتفاظ بها، لا للذكريات ولا للاطلاع عليها وما أشبه ذلك. فيجب على الإنسان أن يتلف الصور وأن يخلي بيته منها مهما أمكنه ذلك. وإذا كان في منزل صور معلقة على الحيطان ومنصوبة، سواء كانت تماثيل أو كانت رسوما على أوراق من صور ذوات الأرواح كالبهائم والطيور والآدميين وغير ذلك من كل ما فيه روح، فإنه يجب إزالتها. لقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى سترا وضعته عائشة على الجدار وفيه تصاوير، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى أن يدخل البيت التي هي فيه حتى هتكت وحولت. دل هذا على أن التصاوير لا يجوز الاحتفاظ بها ونصبها أو إلصاقها على الجدران أو وضعها في براويز وتعليقها على الحيطان، كل هذا من الفتنة من المحرمات. فإذا كان هناك محل فيه تصاوير وفيه معلقات من الصور، هذا المحل لا ينبغي أن يصلي فيه، لأن في ذلك تشبها بعبادة الصور والذين يعبدون الأصنام ويعبدون الصور، فلا يصلي في المكان الذي علقت فيه التصاوير، كما نص على ذلك الإمام ابن القيم وغيره. والفقهاء يقولون لا يستقبل الصورة وهو يصلي، هذا شيء معروف عند أهل العلم، بل إن المكان الذي فيه تصاوير لا ينبغي أن يصلي فيه الإنسان ولو لم يستقبل الصور، ولو كانت على جانبه أو في حائط غير مستقبله، فإنه يكره له أن يصلي في هذه الغرفة أو هذا المكان حتى تزال هذه الصور، بل يكره له أن يجلس فيه وأن يرقد فيه ما دامت الصور منصوبة ومعلقة فيه. يكره للمسلم أو يحرم على المسلم أن يسكن في هذه الغرفة إلا بعد أن يزيل هذه الصور. بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلتنا من جيم ميم عين المنصورة، يقول في رسالته: نرجو من فضيلتكم تبيين الحكمة في نزول سورة التوبة بدون البسملة. نعم، هو كل سورة من القرآن تأتي في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة التوبة. قد أجابوا عن هذا بجوابين: الأول أن سورة التوبة مكملة لسورة الأنفال، ولذلك لم تأتي في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم لأنها مكملة لسورة الأنفال. والقول الثاني أن سورة التوبة لم تأتي قبلها البسملة لأنها سورة ذكر فيها الجهاد وقتال الكفار، وذكر فيها وعيد المنافقين وبيان فضائحهم ومخازيهم، وبسم الله الرحمن الرحيم يؤتى بها للرحمة، وهذا الموطن فيه ذكر الجهاد وذكر صفات المنافقين، وهذا ليس من مواطن الرحمة بل هو من مواطن الوعيد والتخويف. نعم، بارك الله فيكم. أيضا يسأل الأخ حسين رزق جمعة عن كلمة عبسة في سورة عبسة، ويقول: وما معنى العبس الوارد في القرآن؟ العبس معناه عبس الإنسان إذا قطب جبينه وظهرت عليه الكراهة، يعني يتضايق الإنسان من شيء يظهر على وجهه الكراهة والعبوس وعدم الانبساط، هذا هو الأصل. وعبس وتولى في القرآن معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه بعض الكراهية والتضايق بسبب أن عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله تعالى عنه جاءه يسأله عن أمور من أمور دينه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته ناس من أكابر قريش، وكان عليه الصلاة والسلام يطمع في إسلامهم وترغيبهم والتحدث معهم لعل الله أن يهديهم ليدعوهم إلى الله عز وجل. فلما جاء عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه يسأله وهو مشغول مع هؤلاء، كأنه كره مجيء عبد الله بن أم مكتوم في هذه المناسبة، وكره سؤاله لأنه يشغله عن التحدث مع هؤلاء، فعاتبه الله عز وجل على ذلك وقال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى، يعني من المشركين استغنى عن الله عز وجل تكبر عن دين الإسلام، أنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى.
والمعنى أن الله ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم عدم استقباله لعبد الله بن أم مكتوم الذي جاء راغبا في الخير ومقبلا على الخير، وانشغاله مع قوم لا رغبة لهم في الخير ولا محبة لهم في دين الإسلام، بل هم في زعمهم أنهم في غنى عنه، فهم ليسوا راغبين ولا مقبلين على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا جاء العتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك الله فيكم. في سؤالنا الأخير يقول: هناك بعض الفقهاء يحلون تعاطي حبوب منع الحمل للسيدات، وأيضا بعض الأطباء، هل هم على حق فيما يدعونه؟ أرجو الإيضاح في ذلك. لا أظن أن أحد من الفقهاء يحلون تعاطي حبوب منع الحمل إلا بمبرر شرعي، لأن كانت مثلا المرأة لا تتحمل الحمل لأن في ذلك خطرا على حياتها وخطرا على بقائها، ففي هذه الحالة تأخذ حبوب منع الحمل لأنها أصبحت غير صالحة للحمل، ولأن الحمل يقضي على حياتها، ففي هذه الحالة لا بأس بالضرورة. وكذلك تعاطي حبوب منع الحمل أو تأخير الحمل بالأصح لفترة بسبب عارض، كأن تكون المرأة في حالة مرض أو تكاثر عليها الولادة ولا تستطيع تغذية الأطفال فتأخذ حبوبا تؤخر عليها الحمل بحيث تتفرغ لاستقبال الحمل الجديد بعد أن تنتهي من الحمل الأول، في هذه الحالة لا بأس بذلك. أما أن تؤخذ حبوب منع الحمل من غير مبرر شرعي، هذا لا يجوز، هذا حرام، لأن الحمل مطلوب في الإسلام والذرية مطلوبة في الإسلام. فإذا كان أخذ الحبوب فرارا من الذرية ولأجل تحديد النسل كما يقوله أعداء الإسلام، لأجل تحديد النسل من غير مبرر، فهذا حرام ولا أحد يقول به من الفقهاء المعتبرين. وأما أهل الطب فقد يقولون هذا لأنهم جهال بأحكام الشريعة. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة من عبد الله إبراهيم علي السيف من المملكة العربية السعودية الخرج، يقول في رسالته: ما معنى قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما؟ الله سبحانه وتعالى حرم الخمر على التدريج، لما كان الناس في أول الإسلام مغرقين في شرب الخمر ولا يستطيعون تركه بالكلية إلا بالتدريج شيئا فشيئا، الله جل وعلا من حكمته أن حرمه على التدريج. فأولا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فحرم الخمر عند قرب وقت الصلاة وفي أثناء الصلاة، ولم يحرمه دائما بل حرمه في فترة وهي وقت الصلاة، ثم تدرج سبحانه وتعالى بهم. في الأول قال جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هذا في الأول أول مرحلة، فبين الله سبحانه وتعالى أن ضرر الخمر أكثر من نفعه، والعاقل إذا عرف أن ضرر الشيء أكثر من نفعه فإنه يبتعد عنه، لأن الإنسان لا يريد لنفسه أن يأخذ شيئا أو يتناول شيئا ضرره أكثر من نفعه. فالعاقل من حين ما يسمع هذه الآية فإنه سيترك الخمر والميسر، لأن العقل يأمره بذلك، لأن مفسدته راجحة، والعاقل لا يقدم على شيء مفسدته راجحة. ثم في المرحلة الثانية حرمه عليهم في بعض الأوقات، وهي الآية التي في سورة النساء، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فحرمه عليهم في وقت وهو وقت الصلوات. وإذا كان يحرم على المسلم أن يشرب الخمر في وقت الصلاة مع أن الصلوات الخمس تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، فهذا يأخذ عليه وقتا طويلا يحرم عليه فيه شرب الخمر في اليوم والليلة، فيكون قد مثلا خفت عليه وطأة الخمر واعتياد الخمر، لأنه سيتركه في فترات 5 من اليوم والليلة، فحينئذ تخف وطأته عليه. ثم إنه جل وعلا بعد ذلك حرمه تحريما قاطعا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فإذا فحرم الخمر تحريما قاطعا في جميع الأوقات في جميع عمر الإنسان، ولم يبق لها وقت من حياة الإنسان، بل هي حرام على المسلم طول عمره. كانت هذه هي النهاية، نهاية الخمر، هو أن الله أراح المسلمين منه وحرمه عليهم تحريما قاطعا وأمرهم باجتنابه، قال اجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذا من باب التدريج في تحريم الخمر والتدريج فيما يشق على النفوس، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم، بارك الله فيكم. في سؤاله الثاني يقول: إذا اكتشف الإمام في أثناء صلاته أنه على غير وضوء، فما الحكم في ذلك؟ إذا اكتشف الإنسان أنه في أثناء صلاته على غير وضوء فإنه ينصرف، يجب عليه أن ينصرف وأن يتوضأ ويبدأ الصلاة من جديد، ولا يجوز له الاستمرار فيها وهو على غير طهارة. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلتنا من أحمد من المملكة العربية السعودية، يقول في رسالته: لدينا جامع كبير نصلي فيه، وحوله مقبرة محاطة به من ثلاث جهات، وقد كثر الناس في هذا الزمن وأرادوا توسعة هذا الجامع، فأخذوا جزءا كبيرا من أرض المقبرة من الثلاث جهات ووسعوا الجامع على حساب القبور، حيث نقلوا رفات بعض القبور إلى أماكن أخرى، فما هو الحكم الشرعي في هذا العمل؟ أفتونا مأجورين. الواجب أن هذه المسألة تحال إلى قاضي البلد أو إلى المفتي في البلد لينظر فيها، ولكن من حيث العموم فإن المقبرة إذا كانت سابقة فإن لها حرمة، والموتى إذا دفنوا في أرض مباحة فإنهم يكونون أحق بهذه القبور، ولا يجوز نقلهم منها إلا بمسوغ شرعي. والمسجد يمكن أن يوسع من غير المقبرة، أو يمكن أن ينقل إلى مكان أوسع من مكانه. وعلى كل حال هذه المسألة يرجع فيها إلى القاضي البلد أو إلى المفتي المعتبر في البلد لينظر فيها، الله الموفق. بارك الله فيكم. أيضا يسأل ويقول: إذا كان الإنسان في دورة المياه وأراد أن يتوضأ للصلاة، كيف يبسمل وهو في دورة المياه؟ وهل يصح الوضوء بدون بسملة؟ أفيدونا بالجواب. التسمية في أول الوضوء واجب من واجبات الوضوء على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، بقوله تعالى: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وإن كان فيه مقال إلا أن هناك أحاديث تؤيده وتشهد له في الجملة. أما عند جمهور أهل العلم فيرون أن التسمية في الوضوء مستحبة وليست بواجبة. وعلى كل حال فدورة المياه ليست محلا لذكر الله عز وجل، بل يحرم ذكر الله في مواضع قضاء الحاجة، لأن هذه مواضع خبيثة ومواضع ممتهنة، واسم الله جل وعلا يكرم ويعظم من يذكر في المواطن غير اللائقة. فهذا المتوضي إذا أراد أن يدخل الحمام فإنه يقول بسم الله قبل دخوله، ويكفيه هذا عن تسمية عند بداية الوضوء، بل يسبقها عند الدخول وتكفي إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وعظم الله مثوبتكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء. نشكركم.